السلام عليكم. دلوقتي هنشوف حاجه اسمها الداتا فاليديشن، يعني هو بيتاكد ان القيمه اللي انا دخلها دي ليها قواعد معينه. انا على سبيل المثال هقول له داتا فاليديشن، واقول له مثلا انا عايزها ديسيمل، واقول له المينيمم بتاعي مثلا 1 والماكسيمم بتاعي مثلا 100. اوكي، طيب لما هاجي ادخل هنا مثلا 200 يرفض، يقول لا مش في قلب القيم. طيب خليني اقول له مثلا خليها 10 هيقبلها. تمام، طيب لو قلت له مثلا 10.2 يقبلها، مفيش اي مشكلة خالص. لو قلت له رقم بالسالب يرفض بالشكل دوت. طيب هاجي ادخل حاجة تانية، هقول له انا عايز الداتا فاليديشن دي كان تخليها ديسيميل او تخليها ديت تاريخ او تايم او تكست لينس بالشكل دوت. ممكن اديله ليست، يعني اديله كمية ارقام ما يخرجش عنها. هاجي هنا واقول له خد الارقام من هنا بالشكل دوت. تمام، فاقول له اوكي. لما ترجع هنا هتلاقي سهم ظهر لك تبدأ تختار منه. طيب ممكن تيجي هنا وتسحب لتحت، وكل واحدة من دول تختار الرقم اللي انت عايزه بالشكل دوت.